الكينوا مؤخرا عملت سرعة بعالم المأكولات لتصنف بالسوبر فود أو النبتة الخارقة. خلينا نتعرف سوا على أطباق عديدة معمولة من الكينوا. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم؟ اليوم كينوا. اوكي. بتعرف على طول بنحكي عن كينوا سوبر فود شيء اسيدز الى اخره، اليوم حنعمل حلقه خاصه عن كينوا. اوكي. وصفات جديده انه عم افكار جديده لنقول نستعملها. هلا اول طبق حنعمله هو تشكيله حيكون بقلبه بيز مثل بازيلا مقلوبه خضراء هيدي. اوكي. حنستعمل فيها البصل والثوم، عفوا ثوم وجينجر. حنستعمل عصير حامض، بصل اخضر والسلطه، ملفوف، جزر. حنبلش فيهم. اول شيء ما نحط الكينوا تنسلق. اوكي. هي الكينوا فينا يعني ندخلها باي طبق بدنا اياه صح؟ تقريبا ايه، مثل شو عم تفكر يعني؟ يعني انه هلا عم تشوف مثلا مطاعم بيعملوا تبولي بالكينوا. ايه هلا هيدا قديم من الشيء. رز مع الكينوا. يعني انا الكينوا دجاج بالكينوا. انا الكينوا بشتغل فيها من سنه 2004. بس هلا يعني حديثا بلشت تنتشر. انتشر اكثر بكثره بالبلاد العربيه شايف 100%. فمن 2004 تعرفنا على الكينوا كبلاد العربيه. 2004 2000 يعني بين 2000 2004 بلش تبين. قدرت تنصح المشاهدين انه يدخلوا الكينوا بنظامهم الغذائي حسب انه هي منيحه من ناحيه البروتين، تعطي غذاء بروتين منيح. فالمنيح فيها انه فيها بروتين بس وقت اكيد فيها كاربس، ما فيش ما فيه كاربس. بس ما ننسى المسلون، فشوي من الكارب بيروح بقلب المي. بيقولوا انه اكثر من اللحمه فيها بروتين، اكثر من اللحمه فيها بروتين. ما بعرف قد ايه فيها بروتين صراحه. بس فيها بروتين كثير. بعد في داوتس يعني، في شكوك. ما في شكوك. بدي فوت على بس كمان فيها انه عالم بيقولوا بس بروتين، هي فيها كاربس كمان. فكمان مش انه يعني، بس هي المنيح فيها انه بتعطي طاقه للجسم، بتخليك تحسي حالك شبعان لمده طويله. ملفوف جوليان كمان، الملفوف غني بالالياف 100%. قلبه مي كمان بخلينا نحس بشعور الشبع لوقت طويل 100%. يعني مثلا انت اليوم عم تعمل اكل دايت شيف؟ انا ما او اكل ما بينصح؟ ما بعرف شو يعني اكل ما بينصح. عم اكل ما بفهم كثير. بس بعرف انه الشخص بالاجمال لازم ياكل من كل شيء. يعني انا اليوم اذا تروقت وتغديت وتعشيت كينوا بضعف؟ لا، بصير بتحب الاكل، بصير بس تشوفي شيء ثاني دغري بتهجم عليه لما تزهقي. فلازم الاكل على طول يكون تنويع. شايف انا مع التغيير والتشكيل باكلي، اذا شفت شيء طيب بهجوم. ايه فما خلص هي الفكره انه مش انه اكل كل شيء، يعني اذا هذا طيب مثل لبن بضعف باكل كل النهار لبن. لا كمان ما فينا اخسر اي انواع من الاشياء المنيحه على الجسم. حناخذ شويه فليفله نحطها فيها